أستاذ أحمد، وكنا بنتكلم مصر بتتجه أو بتتحرك إزاي بعد 30/6 تقريبا، تحديدا بنتكلم على العلاقات الخارجية، السياسة المصرية الخارجية. يعني خلينا نقول مصر فيتنام النموذج الأبرز على أرض الواقع لإزاي مصر بتبني علاقاتها مع جغرافية دوائرها بتاعت السياسة الخارجية بناء على معطيات بتعلي من قيم المصلحة الوطنية المصرية والأهداف القومية للدولة المصرية. التجارب والنماذج الناجحة حتى لو في اقتصاديات صغيرة بتحقق نجاحاتها إلى في مجالات بعينها، مصر بتلقي العين عليها، مصر بتهتم بيها، مصر بتحب أن تدخل في علاقات شراكة من هذا النوع. ده بيكسب مصر ثقل مش في الدائرة دي، في كل الدوائر المتاح للجغرافيا السياسية المصرية الواسعة إن هي تتعامل معاها فيها، وبيدي مجال حيوي أكبر لتحرك السياسة الخارجية وفعالية السياسة الخارجية المصرية. في الحالة دي بالتحديد انت في منطقة صراع تجاري ممتد، يعني خلي بال حضرتك لو احنا بنتكلم على الصراع الباسيفيكي التقليدي، لا، الصراع الباسيفيكي التقليدي منتقل الى قلب القارة الافريقية والى قلب القارة الاوروبية عبر طرق الحرير الصينية اللي احنا كلنا بنتكلم عليها. جمهورية مصر العربية بموقعها الجغرافي المميز ده بيديها ثقل في اي علاقات هي بتدخل فيه، وهي ممر حيوي على طرق الحرير او ممر ونافذه حيويه. موقع مصر الجغرافي اللي هو الرابط التقليدي بين القاره الاسيويه والقاره الافريقيه والعلاقات التاريخيه المصريه الافريقيه بيدي مصر ثقل اكبر في باعتبارها بوابة الدخول إلى القارة اللي فيها غذاء العالم القادم، أو القارة التي تمتلك ثروات العالم المستغلة والمنهوبة حتى هذه اللحظة، القارة السمراء المظلومة على طول الخط. فالرغبة الخزنة اللي متشالة دي، الرغبة في إقامة علاقات وشراكات اقتصادية تجارية مختلفة طبيعة وكنهة عن كل ما صار عليه النظام الاقتصادي العالمي والنظام التجاري العالمي طوال السنوات الماضية، مصر بتديله ثقل مهم جدا. كما أن إقامة مصر لعلاقات قوية مع فيتنام، مع سنغافورة، مع كوريا الشمالية، مع كوريا الجنوبية، مع اليابان، مع الصين، كل ده بيخلق لمصر ما يخدم على أهدافها الوطنية ومصلحتها القومية في التعامل مع الدول الأسيوية. بالضبط، مصر بالنسبة لهم هي البوابة، خصوصا في ضوء أن مصر وهي بتعيد بناء علاقة دوائر سياستها الخارجية مرة تانية بعد 30 يونيو ومع الإعلان عن دولة 3 يوليو، أنت بتقدري تقفي على مصر مختلفة في التعامل حتى مع الدائرة العربية ومع الدائرة الأفريقية ومع دوائر العالم. يعني